بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه اينما كنتم. الحظ ومسائل اخرى ومنطق سيد العمده محيرهم يا اهلي. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقه 826 من ملك وكتابه جايه في حلقه الحصاد الاجمل والاروع، عشان كده حلقه بعنوان واحد فقط، هو ده الاهلي، هو ده الاهلي، وهي دي انجازاته يا باشمهندس. ربنا يديمها ايام سوبر مع النادي الاهلي، يا رب تستمر ان شاء الله تستمر. عشان كده حلقه اليوم فيها الحصاد الكبير، الاهلي بطل السوبر للكره المصريه بعد ما فاز على بيراميدز بانجاز كبير، ويحقق اللقب رقم 13 في البطوله، ما يعادل اكثر من 4 أضعاف اقرب منافسيه. ثم الأهلي أيضا يفوز بكأس السوبر لكرة اليد محتفظا باللقب بعد التغلب على الزمالك، ويحتفظ الأهلي بهذا اللقب بهذا الإنجاز الكبير في كرة السلة بعد تحقيق سوبر كرة القدم بأيام معدودة. كرة اليد بعد كرة القدم. بس ده فقل طيب، لأن كرة السلة جاية إن شاء الله عليها الدور. دي كانت الاحتفالية الكبيرة قوي في أبو ظبي بتتويج الأهلي بطلا لسوبر الكرة المصرية عن جدارة واستحقاق. الأهلي لأنه الأهلي، ليس متفوقا فقط كأسطورة ألعاب الصلاة، ولكن حتى في الألعاب الفردية. هنا جودة بطلة أفريقيا تفوز على زميلتها المصرية بطلة مصر، والنادي الأهلي أيضا دينا مشرف بعد تفوق كبير في بطولة أفريقيا. هنا جودة معجزة تنس الطاولة، ودينا مشرف أيضا أسطورة الأسطورية الكبيرة في تنس الطاولة، لتكون الفضية والذهبية لبنات مصر والأهلي. وفي إنجاز مصري أهلاوي رائع في ألعاب تنس الطاولة أيضا، عمر عصر يحرز ذهبية بطولة أفريقيا لمصر، محققا رقما كبيرا وتصنيفا هو الأعلى، كسب نمرة 12 على العالم، بطل نيجيريا، ليوصل عمر عصر ترتيبه الكبير كواحد من أفضل لاعبي القارة الأفريقية في تصنيف أبطال تنس الطاولة أولمبيا وعالميا. وبطلتنا أيضا ميار شريف تحقق إنجازا رائعا في التنس، وتقفز إلى المركز 27 عالميا، ذات 43 عالميا بعد إنجازاتها الكبيرة، وللمرة الأولى في هذا المشوار الكبير ليواصل الأهلي تسجيل أفضل البطولات وأرفع الأوسمة وأعلى الألقاب. سوبر يا أهلي، سوبر يا أهلي. ليس هذا فقط، ولكن اتفضل يا باشمهندس. اتفضل. انا اتعودت تسالني في الانترو، على الانترو. قبل ما اسالك على الانترو هسالك على المفاجاه التي اعلنها الكابتن محمود الخطيب لاعضاء النادي الاهلي، ونعود. يا اهلي شوف ولادك والبنون، شوف كتيبك، شوف النادي الاهلي كيان كبير جدا 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 جدا. الاهلي بيجي دايما في المقدمه، ودايما الاهلي رقم واحد باذن الله. كلنا مع بعض هنبني الاهلي سوا، وهنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مقصود دايما منه اللي يكون في المقدمه، لان ده قدره ودي طريقته اللي مش ممكن يحيد عنها ابدا. طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا في نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى،
ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويفضل النادي الأهلي بإذن الله في المكانة اللي تليق بيه، بتاريخه، بقيمته، بجماهيره، بأعضاء. النادي الأهلي فعلا قيمة تاريخية، قيمة رياضية، قيمة وطنية. القيمة التاريخية 1907، وتاريخ النادي الأهلي يشهد على كل السنوات الكتير اللي عدت في تاريخ النادي الأهلي، 116 سنة لغاية النهاردة يعني. القيمة الرياضية واضحة الحمد لله رب العالمين، في إنجازاته، في بطولاته، في كل المحافل الرياضية اللي بيشترك فيها، في كل الألعاب. النادي الأهلي ليه دور كبير جدا في تحقيق الكثير منها من إنجازات وبطولات كبيرة الحمد لله رب العالمين. القيمة الوطنية بقى، أساس النادي الأهلي وتاريخ إنشائه هو أساسه وطني. أساس النادي الأهلي النهاردة مش بس النادي الأهلي ليه دور في المحافل الرياضية وفي الرياضة، لا، النادي الأهلي ليه دور مع بلده، ليه دور مع وطنه، مع شعبه. إن النادي الأهلي بتاريخه، بإنجازاته ديت، لازم إن يكون ليه دور في زيادة المساحة الرياضية من البناء. النادي الأهلي كمان ليه دور في جوانب تنموية كتير جدا، لازم النادي الأهلي يكون ليه دور فيها ويقوم بيها. بيساهم في الإعمار والبناء، كمان بيخلق فرص عمل الحمد لله كتيرة من خلال المنشآت الرياضية كتير النادي الأهلي بيقوم بيها الحمد لله رب العالمين. فرع التجمع منشأة رياضية إن شاء الله بإذن واحد أحد هتسعد كل أهلاوي وكل محب لهذا النادي العظيم. مساحة النادي 50 فدان، التكلفة عدت 1,500,000,000 جنيه كتمن أرض ومباني. المرحلة الأولى اللي الحمد لله اكتملت بالكامل تمثل أكثر من 80% من مساحة النادي، وتعامل النادي كله بالشكل اللي حقيقة يليق بالنادي الأهلي بقيمته وتاريخه بأعضائه وجماهيره. أعتقد الناس كلها تسعى بيه بإذن واحد أحد إن شاء الله. كمان حابب أشكر كل مؤسسات الدولة الوطنية وقياداتها، لأنهم فعلا بيقوموا بالمساندة والمساعدة في كل الكيانات الناجحة في مصر، سواء كانت كيانات رياضية أو غير رياضية. فرع التجمع هو الفرع الرابع في القاهرة الكبرى، فرع تجمع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. النادي الأهلي على مدار تاريخه يعني جيل بيسلم جيل، ومش ده الفرع الأخير بإذن الله، إن شاء الله يكون هناك فروع أخرى سواء داخل القاهرة الكبرى أو خلال محافظات بلدنا الحبيبة مصر. دلوقتي أنا يمكن باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي بنعلن موعد الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخميس 1/6/2023 بإذن الله وعلى بركة الله. النادي الأهلي بمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين لهذا النادي هيفضل بإذن الله أعظم نادي في الكون. النادي الأهلي تاريخ، مبادئ، تطوير. كانت هذه هي المفاجأة التي أعلنها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لأعضاء الأهلي وجماهيره في كل مكان. شيكة جامدة يا إبراهيم. 1/6 افتتاح هذا الفرع الجديد، آخر مولود وأحدث مولود للنادي الأهلي، فرع التجمع الخامس. حاجة حلوة، والمظهر كده وشكل صور المجلس والكلمة اللي بتتقال وراهم المباني، والله العظيم ثلاثة حاجة يعني. أنت وأنت بتتفرج كده بتحس أن أنت ربنا بختك، وإحنا فعلا محظوظين. أنا بقولك الحظ ومش عارف إيه كده. لا لا لا، أنت هتهرب. إيه الحظ وسيد العمدة بتاعت الاستهلالية؟ حظنا هو بالأهلي ده والله. طب وسيد العمدة ده؟ لا، سيد العمدة المشهد الذي يحدث، خصوصا المشهد الإعلامي. ما أعرفش ليه كده، وأنا بتفرج على بعض التعليقات اللي يقول لك أصل الأهلي صرف كتير قوي عشان ينافسنا، أصل الأهلي عشان يغلبنا كان خايف مننا فعمل كده وغلبنا. طب طبعا أنا بصرف عشان إيه؟ عشان أكسب المنافس وأحقق البطولات. هو ده الغرض من إدارة الرياضة، هو ده الغرض.
وفي نفس الوقت وانا بكسب وبنفق كل هذه المبالغ الرهيبه بعمل افتتاح رائع. كويس الترتيب اللي انت عملته النهارده ده ان الناس تشوف المنشاه اللي هتتفتح دي والاضافه اللي بنضيفها لاعضاء النادي الاهلي اينما كانوا بقى. انا بقول اينما كنتم احنا هنروح لكم اهو. ايوه بتعمل هذا الكلام. المشهد ده بيفكرني ايه بقى؟ ايوه انت بتتكلم بلغه الانتصار، انت بتتكلم بلغه التفوق، انت بتتكلم باسباب النصر، انت بتنقل من بطوله لبطوله بتقول اقفل وفكر اقفل وفكر، وغيرك عمال يختلق البطوله الاضعف اللي بيشترك فيها الاهلي البطوله الاقوى. قلنا الكلام ده يا بخته، لكن انك تتحول المساله بتبقى يعني 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 هو حصلت ان انا يعني عشان طب انسحب من اجل الكرامه، وده مصطلح برضو هنناقشه. هي مش عارف ايه علاقه الانسحاب بالكرامه خالص يعني، لان الكرامه ليها مفهوم هنناقشه دلوقتي. وبعدين يجي في كوره بعدين يجي بعد ماتش كره اليد يطلع لك جواب رسمي في مشهد اعلامي رسمي بيشاوروا على ان الكرامه ما كانش كرامه ولا حاجه بتاع الكوره، يقول لك كنا نرغب في الانسحاب في كره اليد ولكن اللعيبه كتبت التعهد، وينشروا التعهد. هذا المشهد مع تعليقات اخرى بقى، اصل الاهلي محظوظ، اصل الاهلي بيعمل، اصل الاهلي بيصرف، أصل وصلت ان الاهلي بيمرن بقى والاهلي بيضم لعيبه كويسه، اكنها جرائم يجب ان يدافع عنها الاهلي. المشهد ده بيفكرني بمسلسل جعفر العمده. جعفر العمده ايه ده بقى؟ اخوه بقى المشهد ده برافو على الاخراج. كاشا جابه لك على طول. سيد اخو جعفر، سيد ده راجل ده اللي كان بالكلسون اللي ما شافش المسلسل راجل يعني حكايته على الله. هو عايش فاكر نفسه بيتصرف صح وما بيعملش حاجه صح. هو عايش في مقارنه مستمره مع اخوه الجبار اللي عامل لهم الهيبه. فلما اخوه هو يعني اخوه كان في السجن اتاخد علقه هو وتبهدل، فخرج اخوه خد بطاره خلص له على الزبون ورقده خالص مفرفر وقال له تعالى بقى حط رجلك على رقبته زي ما حط رجله على رقبتك. فحط رجله على رقبته وراح متذكر العظمه بقى. اديني بحط رجله على رقبته بس انا بالبنطلون. وهو كان بالكلسون برضه مش وجعفر اخوه بقى اللي خلاه يعمل كده كان بالكلسون. انا بالجزمه وجعفر كان حافي يعني هو احسن يعني عندما تصل الى. وبعدين في مشهد تاني بيقول لوالدته ايه عارفه مش عاجبني ايه في جعفر انه غبي ويعمل لها كده وهو كل حاجه يعملها يعمل لهم بلوى مسيحه. فهو عنده فلسفه بينه وبين نفسه حسسته وهو ارتاح كده بهذا المفهوم. مش مهم الناس كلها شايفاه ازاي. هو ادى لنفسه الالقاب، هو ادى لنفسه المكانه، هو ادى لنفسه الاحساس بالعظمه حتى لو كان هذا منافي تماما للحقيقه ولكنه ارتاح. فلذلك لما يقولوا لك الاهلي محظوظ وانا بالكلسون وهو بالبنطلون، لا بالاهلي يا عم محظوظ. محظوظ ليه؟ عشان الحاجات دي. محظوظ ليه؟ عشان الانشاءات دي. محظوظ ليه؟ عشان الشياكه بتاعت مجلسه والوقار والمنظر. محظوظ ليه؟ بنظره العالم اليه، بالمكانه الدوليه التي وصل اليها. محظوظ طبعا، ازاي ما يكونش محظوظ؟ ولكنه عشان يصل الى هذا لم يعتمد على الحظ، ولكن اخذ بالاسباب واشتغل ناضل. ما هو احتاروا معاك، ما حيرهم يا اهلي. يقول لك نادي الدوله احيانا، يقول لك بالتحكيم دائما، يقول لك واحدة حلال أحسن من 10 حرام. يقول لك الكاف، يقول لك الفيفا، يقول لك المنافسين دلوقتي، يقول لك البطولات الأضعف. العدل لا الحظ. ده عمرو أديب، عمرو أديب يا أولاد المحظوظة، يا محظوظين يا محظوظين. بقالك 100 سنة محظوظ. هيكسبوا يا محظوظ. هو بيذيع محظوظين والله يا عمرو، محظوظين ان انت ان الاهلي مش معادنا قعدتك. لازم نكون محظوظين. محظوظين ان احنا في حته بنتحاسب لما ما نجيبش العلامه الكامله، ولو انها مزعجه ومؤلمه ومرهقه، لكن لازم نكون محظوظين. ما هو هذا قدر. انت لما تكون الاول على الثانويه العامه كل همك ايه؟ تجيب الفول مارك وتبقى الاول.
او لو ما جبتش الفول مارك اوعى تبقى التاني. هذا انهيار. والناس تبص تلاقي بقى الايه بتاع الاعداديه عايرك ساعتها طلع التاني على الثانويه العامه هو مش عارف ياخد الاعداديه. ان الاخر الذي لا ينشغل بعناصر التفوق عشان يتفوق عشان يعالج نفسه، انما هو ما يلعبش يتكلم عليك، يلعب يتكلم عليك، يكسب يتكلم عليك، يخسر يتكلم عليك، يحصل مش عارف ايه يتكلم عليك، هو بيتكلم عليك. ولذلك انا محظوظ ان انا مش مضطر اتكلم على حد. هتقولي ما انت بتتكلم على حد، لا قلت لك انا بصور المشهد. هو انا لما طلعت شعب كده ما عنديش الف حاجه، ده انا جايب اهو، جايب عناصر الكلام اهو كله قدامي. أي. سيادتك على شمالك وسيادتي على يميني. أي. بختي انا محظوظ ان الكاس على يميني. هذا كلام يا استاذ ابراهيم بقوله ليه بقى؟ انا مش بقوله عشان حد، انا بقوله لجمهورنا بقى، لانه ابتدى ايه بعضهم لا بجد هنتنرفز كده، هنتضايق كده، تبقى كسبان كسبان يطلع لك حد النهارده يكتب هو ومصور لي كولر ومصور لي ديفيز، الناس دي مش بتجيبوا لهم طلباتهم ليه؟ يا راجل حرام عليك. وفي الاخر استقيموا وارحمكم الله. يا راجل خليك منصف، استقيموا ايه؟ ده ديفيز ده كل اللي طلبه جاله. ايوه اخرهم علي زين اللي كونه بقى اصيبه. وبعدين الاهلي قال لهم عايزين حاجه تانية، قالوا لا متشكرين، خلصت. ايوه كولر معروض عليه باستمرار سيفيهات عشان يختار. يعني انت هو في عاقل؟ وبعدين بكل بقى بخل النادي الاهلي يا سيدي ولا يلبي الطلبات، ايه اللي حصل على ارض الواقع؟ انجازات انجازات انجازات. وبعدين اقول للناس اللي بتتعب عشان تعمل كده، منتهى الظلم يا استاذ ابراهيم، ويطلع الكلام ده من عندك، هل هذا تراه يعني امر محفز؟ قول لهم كلمة طيبة حتى في ليلة الانتصار. خلي بالكوا عشان اللي جاي اصعب. ماشي ماشي ماشي، انما يستقيموا يرحموا كل ده، ويستقيموا يعملوا ايه تاني؟ يعني الحقيقة في محاولات مضنية انك انت تطور نفسك وتجيب احسن حاجات كرة اليد اللي عشان تبقى زي سيد العمدة لا، كرة اليد للسيدات جايبين عنصرين. حتى انا بقول لهم ما جبتوش فلانه ليه وبتاع، قالوا دي عناصر جامده اللي جت، هنشوف ادائهم في الملعب يا رب. حتى الكره الطايره التدعيمات اللي طلبها الجهاز هي اللي جت، مش اللي اتفرضت على الجهاز. ايوه وكره الطايره قلت لك مره اخرى لها كلام اخر، فيها مراجعه. اذا ده كلام مهم جدا يا جماعه في هذا الربط العبقري الحقيقه الدراماتيكي المثير، لكن لأنه الأهلي وإحنا بنتكلم على تاريخ، يمكن حتى الثلاثية الأهلوية العميقة والعريقة اللي ذكرها الكابتن الخطيب كشعار له لمجلس الإدارة منذ انتخابه في الدورة قبل الأخيرة، تاريخ مبادئ تطوير. المبادئ ديكوا شايفين درجة الحفاظ عليها والقتال من أجلها، والتطوير ديكوا شايفين باستمرار، لكن التاريخ كتبه عظماء الأهلي. واحد ممن كتب تاريخ كرة القدم في الأهلي الحقيقة وكان له مشوار رائع مع الأهلي فنيا وإداريا كلاعب وكإداري وكمدرب وشغل كثير من المناصب عليه رحمة الله، الكابتن هاني مصطفى. كابتن هاني توفاه الله قبل 3 أيام عن عمر ناهز 75 عاما، بعد مشوار حافل في العطاء مع النادي الأهلي ومع الكرة المصرية. كابتن هاني عليه رحمة الله مواليد 27 أكتوبر 47 في القاهرة، خد بكالوريوس التربية الرياضية عام 72، حصل على دبلوم الدراسات العليا، انضم لفريق ناشئ الأهلي عام 59 تحت 15 سنة، ولعب بعد كده في مسيرة طويلة كانت أولى مبارياته مع الأهلي كانت قدام نادي السويس في موسم 64-65، تم اختياره أحسن ظهير في أفريقيا عام 73، حصل على المركز الرابع ضمن أحسن لاعبي أفريقيا عام 73 في استفتاء الفرنسي فوتبول، وحصل على المركز الثالث في استفتاء الجمهورية لأحسن 10 رياضيين في مصر. بعد اعتزاله عام 76 بدأ يلتحق بالعمل في قطاع الناشئين في النادي الأهلي في مدرسة الكورة وفي قطاع الناشئين في مختلف الفرق،
تولى المدير الفني لمنتخب مصر، وكانت مسيرته الذهبية الحقيقة في عام 1981 لما قاد منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بأستراليا، الجيل الذهبي اللي حصل للمركز الخامس واللي قدم للكرة المصرية نخبة من ألمع نجومها لسنوات طويلة. جيل كان بقيادة الكابتن طاهر أبو زيد، الكابتن علاء ميهوب، الكابتن خالد القماش، محمد عاشور، وغلب منتخبات عريقة، محمد حلمي، مش عايز أنسى حد. الحقيقة مجموعة هايلة جدا في هذا الجيل، أعتقد الخشاب، شريف الخشاب، شريف الخشاب، مجموعة هايلة جدا قدمهم محمد حشيش، ومحمد حشيش طبعا، وأسامة عباس، مجموعة هايلة قدمها الكابتن هاني مصطفى من خلال هذا الجيل للكرة المصرية، وخد مركز خامس في بطولة كأس العالم في أستراليا 81. بعد كده اشتغل مدير كرة في النادي الأهلي لسنوات، وكانت له بصمته وتأثيره، ودرب منتخب مصر تحت بعد كده في المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. كان له مسيرة أخرى الحقيقة موازية إداريا رائعة جدا. هو حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، من الطبقة الثانية من الرئيس الراحل أنور السادات عام 71، وخد وسام الرياضة من الطبقة الأولى أيضا من رئيس السادات عام 76، وخد نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل مبارك عام 86. كان عضوا في اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكان في العمل الإداري المهم جدا توليه منصب مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية لسنوات طويلة. ودي ليها قصة. قصتها اتفضل. وده اللي انا عايز دي تدلك على شخصيته. كابتن هاني مصطفى رحمه الله عليه واحد ان لم يكن اسرع والاكثر رشاقه بين لاعبي مصر اللي اشتغلوا هذا المركز الستوبر، واللي لازم الناس تعرفه ان الكابتن هاني بدا جناح ايمن، ولكن كابتن عبد الصالح الوحش اعتقد هو اللي نقله يلعب في مركز الباك اليمين، لا الستوبر، الستوبر الباك يمين وبعدين الستوبر. هو كان جناح ايمن اللي هو يعني او الليبرو، الليبرو الليبرو بشكل ادق يعني. هاني مصطفى لحد سنة 74 كان هو بلا منافس في منتخب مصر، ولكن عندما جاء الإسماعيلي ليستعين بنجوم الكرة المصرية ومنهم الكابتن هاني مصطفى عشان يلعب معاه عند توقف الدوري، يلعب معاه بطولة أفريقيا، سئل هاني كابتن هاني مصطفى طلباتك المادية إيه؟ قال له عثمان بيه أنا مش عايز فلوس. قال له مال عايز إيه؟ قال له عايز أتعين في جامعة الدول العربية. Yeah. في مفاجأة ما كانش حد بصص عليه، لا مين من لعيب كرة عايز يروح في ده سلك دبلوماسي تقريبا. فده كان يديلك الأناقة اللي في شخصيته. صحيح. وأناقة الأحلام اللي كانت عنده. أي. و الشياكة في نظرته إلى مستقبله. وفضل في هذا المنصب لحد ما يعني دهمه المرض اللعين من 3-4 سنوات كده إلى أن توفاه الله رحمة الله على هذا اللاعب اللي ما كانش له عداوة مع أي حد، شخصية متصالحة مع نفسها، راجل أنيق في لفظه، أنيق في ملبسه، كان مهتم بمظهره، بكلمته، واثق في نفسه، واحد من أهم أبناء جيله رحمة الله على كابتن هاني مصطفى. وربنا يشفي بالمناسبة كابتن مصطفى عبده، أنت اللي قلت لي إنه تعبان. ألف سلامة على الكابتن مصطفى. الحقيقة كان المفروض هيسافر يحضر مباراة الأهلي وبيراميدز في أبو ظبي، لكن جات له وعكة صحية الحمد لله بيتعافى منها، فإن شاء الله ربنا يكتب له سرعة الشفاء. وألف ألف سلامة يا مجري إن شاء الله. يا مجري يا مجري، كلنا منتظرينك في البرنامج يا مجري إن شاء الله. طيب، لأنه تاريخ واحد ممن كتبوا أبرز السطور الذهبية في تاريخ النادي الأهلي، من حلت ذكراه أمس الأول الراحل الكبير الكابتن صالح سليم، 21 عاما على رحيل المايسترو. استمتعنا الحقيقة بفيلم وثائقي رائع لقناة الأهلي عرضته قبل يومين للمايسترو عن تاريخ حياته بالكامل من بداية شارع عكاشة
حتى توفاه الله في لندن. الحقيقة كان فيلم وثائقي مهم جدا، وأنا بحيي القناة على هذه الوثائقيات المهمة، لأن هي دي اللي في الآخر اللي هتحفظ تاريخ النادي الأهلي وتحفظ تراث هذا النادي العريق لكل الأجيال اللي جاية. هو ده اللي أنا بقوله بقى أستاذ إبراهيم. مش محتاج تتكلم على حد غير الأهلي. وعندك من التراث ومن الإنجازات ومن الرموز ومن الأحداث المشرفة اللي خليك تقعد تتكلم بلا انقطاع عن النادي الأهلي. النهاردة احنا بنتكلم على مين؟ كابتن صالح. اتعمل عليه فيلم وثائقي لم يستطيع أن يفي هذا الرجل 10% من ما يستحقه. ومما يعني تشكله شخصيته من الثراء، لأنه لم يكن لعبا أسطوريا فقط، لكن كان مفكرا، كان فنانا، كان رساما، كان إنسانا، كان متذوقا للفنون، للموسيقى، لكل الفنون. ده كان بيته كان طباخ فنان. كابتن صالح بيقف في المطبخ، بيقف في المطبخ، ويوم عمل مطبخ عمله بالألوان التي يعشقها، عشان هو بيقف في المطبخ، بيقف في المطبخ وهو مش أكول، لكن كان يحب يطبخ لضيوفه ياكلوا من إيديه، ويعمل عزايم بالعشرين وثلاثين شخص. الراجل ده شخصيته كانت ثرية جدا، ومواقفه كانت غنية بالقيم والدروس تتعلم منه، بس انك تتفرج عليه. ما كانش بيدي محاضرات، انما يتصرف صح، يعمل ويحاسبك. هو مش بيحاسبك على اللي ما بيعملوش. هو لما يجي يقول لك انت ازاي تعمل كده، تقوم تقعد تفكر الله، ده بيعمل بيطبق على نفسه قبل ما بيطبق عليك. فاللي عايز ينجح مع الكابتن صالح كان لازم يتعلم، يعني اللي هو كيف تكون مشرفا للنادي الاهلي، كيف تحب النادي الاهلي بلا منافس، يعني ما تحطش النادي الاهلي معاك في اي منافسه في اي حاجه تانية. وجرده قبل ما صالحك، جرده قبل اي حاجه من في اهتماماتك. ولذلك هي كلمة اللي جات لنا وألهمتنا كلنا، الأهلي فوق الجميع، لأن مارسناها كلنا على بعض. وضع مصلحة الأهلي فوق أي اعتبار، وأنت عارف الظرف اللي صحيح. يعني الحقيقة هي دي دروس النادي الأهلي، وهو ده الكابتن صالح يا جماعة. على فكرة أنا لقيت هدف نادر محدش شافه، يعني الكابتن صالح لما راح احترف في جراتس النمساوي محدش اتفرج عليه ومحدش شافه، لكن التنقيب الحقيقة على مسيرة هذا اللاعب الفذ خلانا نكتشف هدف من الأهداف الجميلة اللي سجلها في جراتس النمساوي، وليه كان النمساويين حتى اليوم اللي عصروه مع هذا الفريق النمساوي ما زالوا يذكروه. شايفين الهدف؟ بص قطع، ولو الصوت كان حتى المعلق بيقولك سليم سليم. طبعا التصوير يعني شوف الحيال، يعني طبعا قيمته كلاعب ما حدش بيتناقش فيها. قيمته كصانع العاب من طراز عالمي ما حدش بيتناقش فيها. قيمه شخصيته وتاثيرها هي دي كل الناس اللي لازم تعرف كيف يتجاوز صالح سليم كونه لاعبا الى قياديا. ما كانش كابتن الفريق عندما مارس هذه القياده بالقناعه وتعلق به قلوب كل اللعيبه في كل الانديه. لما كان يروح منتخب مصر، يعني كان له خلاف مع اللواء الديب قبل دوره روما واستبعده، لانه كان عايز يعني بشيء من الشموخ في حاجه كده حصل يعني، واتعين كابتن اخر مش هقول مين. بعد اقل من شهر الدنيا اتدربكت واللعيبه هي اللي اتكلمت، لا مش هينفع ده، لازم ترجع الكابتن صالح. احنا لا نتحدث عن قيمته كلاعب، احنا بنتحدث عن قيمته كموجود معانا. القصه دي سمعتها بقى من الكابتن صالح. رجع الكابتن صالح قبل دوره روما باسبوع ل 10 ايام،
بس هو حاسس ان الجهاز الاداري مش راجع، يعني هو راجع على مضض. كان المشير عامر لجأوا له وهو قال يرجع الراجل ده حفاظا على تماسك الفريق. فجاه اول ماتش لينا كان المدير الاداري يوسف الشريعي، صح؟ كان يوسف الشريعي. يوسف الشريعي وده كان اهلاوي. طبعا اول ماتش يوغوسلافيا، يوغوسلافيا ولا تشيكوسلوفاكيا، يوغوسلافيا هنلعب اول ماتش يوغوسلافيا. فالتشكيل اتقال ما فيهوش الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم قام راح ليوسف الشريعي قال له كابتن انا هخش اوضتي بعد اذنك، اقفل عليا بالمفتاح وخلي المفتاح في جيبك. فبص له باستغراب كده قال له بعد الماتش هقول لك السبب. خسرنا 6-1. فيوسف الشريعي جه فتح له ايه يا صالح؟ قال له ما هو انا لو انا بقى من بالليل كده ما قفلتش عليا كان هيطلع يقول لك اصل صالح سهر، اصل صالح خرج، اصل صالح ساب الفرقه وطلع مش عارف فين، المفتاح معاك وانت عارف ان انا ما خرجتش من الاوضه، ما اتحركتش من الاوضه. الحقيقه كان دايما تفكيره ما خدهاش بقمصه ولا بغضبه، بس هو حمى نفسه يعني، واخد بالك؟ كابتن صالح ودي وده الشخصيه بقى. الكابتن صالح لما تحكي عنه قصص بكى كتير بعد الماتش ده. هو كابتن طبعا طبعا كان حاسس انه يقدر يساعد يعني. انما ايه اللي حصل؟ اللي جاب الجون بتاعنا كان الكابتن عبده سليم بتاع القناه. اللي دي التشنيعه اللي طلعت على يوسف الشريعي لما دخل قال له في الهاف تايم هايل يا رفاعي بس ما انتش قادر تتحرك. وراح مغير. فالمهم كان ماتش تقيل رزل يعني. مش انا عايز اقول لك ان الكابتن صالح دائما كان في كل تصرف يعمله تقدر تتعلم منه حاجه. طب ممكن اقول لك سؤال واحد صريح؟ سر عبقريه صالح سليم ايه؟ شخصيته صدقه مع نفسه. الراجل الصدق مع النفس اللي خليه لا يمكن يكذب ولا يقبل الكذب. انت عارف لما تبقى انت ما بتكذبش لانك صادق مع نفسك. ما بدايه الكذب انك تضحك على نفسك زي ما يحصل كده بالظبط، انك تقول لك الحظ والبخت بتاع ده اول درجات الكذب على النفس. ما تشوفش المشكله عشان تعالجها. ما كانش يتكلم في الكلام الهايف ده ابدا. تعالوا نشوف احنا فيه ايه اللي عندنا عشان نصلحه. فلما يجي يكلم معاك انت، هل انت تجرؤ تكذب عليه؟ لا. هل انت تجرؤ وانت بتشتغل معاه عشان تستمر وانك بتكتسب ثقه الكابتن صالح؟ دي عمليه مش سهله. مش سهله. لكن عايز انت تفضل هل ممكن في يوم من الايام تكذب على نفسك او عليه؟ كان يقول لي ثلاث حاجات في الانسان انا ما اقبلهمش. انا اقبل الاخطاء في العمل بس ايه؟ يقول لي هم ثلاث اخطاء. اول مره معلش، ثاني مره هيستفيد منها. هقول لك بقى ايه؟ خلي بالك لانك لو كررت يبقى انت ما استفدتش. يبقى ما تنفعش في مكانك. الثالثه الدرج بقى. الثالثه لا الثالثه ما تنفعش. ايه الدرج بقى؟ حكايه الدرج دي قال لي بس هم في اخطاء ما فيهاش لا اولى ولا ثانيه ولا ثالثه. فضحكت. ايه يا كابتن؟ قال لي الكذاب المنافق الخائن. من اول غلطه بفتح الدرج ارميه واقفل بالمفتاح وارمي المفتاح في خلاص. النيل خلاص مالوش راجعه عندي. عشان كده في اربعه خمسه دخلوا الدرج ما خرجوش. طبعا في اتنين كانوا من اقرب الناس اليه. من اقرب الناس اليه. وصدمته كانت جامده فيهم. وكان قادرا على انه يجاهد نفسه على انه ياخد موقف. مش سهله انك ترمي واحد لانك شفته بطريقه صدمتك. وطول عمرك شايفه وبتحبه واقرب واحد ليك و و و فكابتن صالح يعلمك حاجات. يعلمك حب النادي الاهلي الصح. اللي هو ما فيهوش بهلله، ما فيهوش تبرير، ما فيهوش تفاخر، ما
فيهوش نوع من يعني لو صالح عايش الايام دي في جو التحفيل على المنافس مهما كان المنافس بيعمل معاك ايه كان هيضايق جدا. ولذلك انا دايما اقول يا جماعه بلاش تحفيل. طب انت كسبان مش محتاج تحفل، ربنا كرمك ايدك وش وضهر، طبطب على الخسران مش تحفل عليه، جرب تقول كلمه في حقه والله هتكسبه. انت شوف شعورك انت خسران، مش مستني حد يضايقك. فالتحفيل قاتل الله التحفيل، ابو يعني التحفيل والكذب ابو الشرور. انت تحفيل لانه في قدر من الشماته، هو ما هي الشماته هو التحفيل ايه غير شماته؟ ما هي الايام دي ولو هتلف. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، هو الناس خايفه من الهزايم بس؟ لا، الناس شايله هم اللي هيحصل بعد الهزيمه. الناس كل غلها من اللي هيحصل، واللي للاسف قيادات واعلاميين كبار ورموز رياضيه بتساعد على التمادي في هذا. في فرق انك تبقى طرفه تقولها مش من باب التحفيل، لكن من باب الدعابه وخلصت وما تعلقليش عليها وتمسك لي فيها. واحد خسر ما يعني ما ينفعش تقعد تعايره بالهزيمه. ولذلك في مصطلحات يا استاذ ابراهيم انا ما بقول لك انا، يعني ايه الكرامه اربطها بماتش؟ يعني ايه الكرامه اربطها بايقاف لاعب او قرار مش عاجبني؟ ما هو ربنا مديني من الوسائل الاجرائيه اللي تخليني اسعى الى اخذ الحق بالطريقه دي بالطريقه دي بالطريقه دي بالطريقه دي. لكن كرامتي مش في ايد الاخرين، يعني محدش يقدر يسيء لكرامتي، انا الوحيد اللي اسيء لكرامتي. والله يرحمك كان نعمان بيه صبري وانا بقول له كرامتي، قال لي كرامتك يا استاذ عدلي كرامتك تصرفاتك. هو في حد يقدر يسيء لكرامتك؟ اللي انجز ده انت عملت حاجه غلط. فانا فكرت فعلا ما بعمل حاجه غلط، ما بعرفش انام، انا بتضايق من نفسي. طب لو حد ضايقني لا ممكن انساه او ارمي طوبته او ما يعنينيش يعني، لكن انا لو غلطت ما بقعد ليه عملت كده ليه عملت كده. اذا كرامتي مرتبطه بتصرفاتي، طول ما انا ما بعملش حاجه غلط ما بعتديش على حد ما بتهكمش على حد. هو انا لما تنمر على الناس هو انا كده مش بهدر كرامتي كانسان؟ لان انا دي بياخد من انسانيتي. انا جبر الخواطر ده شيء رائع يا استاذ ابراهيم. طبعا طبعا ارجو ان انا اكون ما بعملش حاجه عكس اللي انا بقوله، واذا عملتها انا بعتذر عنها من غير ما اقصد، مش عمري ما هقصد ان انا اضايق اللي قدامي. لكن مثلا ان انا اتكلم بشماته على حد لا وحش، اتكلم بغرور وتعالي وحش، اتكلم بانكسار وزله هنا كرامتي انا اللي بدا انا اللي باذيها. صحيح. فخلينا ما فيش حاجه اسمها يا استاذ ابراهيم فلان اكتسح فلان وفلان اذله ولازم نلعب ماتش الجاي مش لغه الرياضه ناخد بطار والاهلي ياخد بطار والزمالك ياخد بطار وبريميد ياخد طرف ايه؟ هنلعب النهارده انت تكسبني انا اكسبك، كوره فيها توفيق عدم توفيق مستويات، في الاخر الدنيا بتتفرز من مجمل الاعمال. اللي عنده مجمل انتصارات مجمل تفوق هو اللي بيبقى الاول، لذلك احنا بنقول معيار التفوق مجمل الاعمال مش خبطه. صحيح. في بطولات المباراه الواحده موجوده لكن لا تشكل التقييم الحقيقي بقدر ما مجمل الاعمال زي الدوري زي الحصاد الموسم زي الحاجات دي. يعني هل معقوله اعلامي يطلع يقول الماتش كان يوم 5-5؟ انتوا فاهمين واخدين بالكم 5-5 5-5 5-5 على ان الاهلي اتغلب 5 من صن داونز مرتين. اه يا راجل انت بتحفل على نفسك. انت ليه بتدي فرصه للناس المحفلتيه يردوا عليك؟ اه انت راجل ليك مكانه، ما تروحش لدي، مش دي اللي هتضايق الاهلي. الاهلي ساعه ما يكسب السوبر مش هيقعد يفكر في الخمسه والخمسه، لان الاهلي لو خسر وبيلعب اقول لك حاجه، والاهلي لما خسر 5 عمل ايه؟ رد انه جه وكسب وعمل وصعد وكمل وفضل صن داونز يحتفل بالخمسه يمكن. اه الله اعلم. ليست هذه الحياه. وانا لو الاهلي عمل كده او جماهير الاهلي عملت كده ليه بتحفلوا على الخسران؟ انت فرحان بالخمسه ولا مش فرحان؟ افرح انت بيها. طب هو متضايق منها
ليه بتقول له عليها؟ طب ما انت اتضايقت منها لما حد قال لك عليها. ما ينفعش الرياضه في النهايه لم تخلق الرياضه لا للشماته ولا المعايره ولا التفاخر، لان الحقيقه ملهاش علاقه بالكرامه خالص، ليها علاقه بالجاهزيه، بالشغل، بالاجتهاد، بالتوفيق. انا النهارده يوميني، انت بكره يومك، ما هو لازم يبقى كده، لازم انا كاهلي يبقى يوميني. ما ينفعش ماشيه واحده واحده معايا حد. واللي ما يبقاش الاهلي هو وإلا وهنا وعلى فكرة هذا ليس تحفيلا، هذا تأكيدا أن الأهلي بيحاسب إزاي. معيار الحساب عند الأهلي ما يفقده من بطولات. إذن إحنا نشتغل عشان ربنا يبارك لنا ونقول إيه، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله كما أمرنا الله، مش نحفل. ونعم بالله، هو ده النادي الأهلي. وزي ما قالها فكري باشا أباظة قديما، قوم يا أهلي ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي حريص على هذه الثلاثية المتكاملة: الحرص على التاريخ، الحفاظ على المبادئ، العمل على التطوير. دي الثلاثية الحقيقة اللي مجلس إدارة النادي الأهلي شغال بيها منذ الدورة الماضية، بالثلاث أضلاع اللي بتكمل بعض. أعتقد لما فكري باشا أباظة قال من شيوخك اكتسبنا مجدنا، هو ده. إن أنت هتلاقي النهاردة مجلس الإدارة مكتسب كل أساسيات العمل من شيوخ وعظماء والأباء المؤسسين للنادي الأهلي. ده تراث متكامل بيكمل بعضه، وكله بيسلم جيل بعد جيل يا باشمهندس. بيسلم جيل، كلمة بيسلم جيل بعد جيل دي رائعة جدا. بما أننا بنتحدث عن الكابتن صالح، أيوه، علاقته بالنجوم كانت إيه؟ علاقة النجم المتواضع. كان مرة بنتكلم معاه على إنه اللعيب الهايل، قال لي مال طوله على رفعة الفناجيل. ايه يا كابتن؟ كان يرى ان رفعه الفناجيلي اهم منه بكتير واحسن منه بكتير. عندما كان يتحدث على نجم صاعد بقى وشعبيته زي النار، قال بقى هفكرك يا ريت يكون عندك حاجه، وهو يتحدث عن الخطيب وهو النجم اللي كان طالع وقتها منور. شوف رايه كان ايه كلاعب كورة، وازاي اداله حقه، وازاي يعني يا ريت تجهزوا لنا حاجة زي كده. دي موجودة عندنا، اما يجهزوها يبقى يعرضوها. طب هنرجع له وقت ما هيجهز، لكن انا ليه بقول لكم انه انت من كل هذه الثوابت بتنطلق. الكاسات اللي انتوا شايفينها ديت مش جاية من فراغ. حتى بس من نبقى اكمل لك حتة علاقته مش بس لعيبة النادي الاهلي. وكان يتحدث اقرب اصدقائه مين؟ كان الكابتن حنفي بسطان. كان يحب مين جدا في نادي الزمالك؟ نصحي ورفاعي. الاثنين دول كان اقرب ناس لقلبه. ومصطفى رياض. مين في الترسانه؟ اقول لك مصطفى رياض، ولحد النهارده ربنا يديله الصحه، كابتن مصطفى رياض كان اول واحد في انتخابات الكابتن صالح تلاقيه، ولحد النهارده بيتواصل معايا وبيتواصل مع كابتن الخطيب، نجوم كبار، كابتن علي ابو جريشه، كابتن رضا. كان يدع كل واحد في المكانه التي يستحقها. أنا دي سمات الإنسان النجم الواثق في نفسه، الصادق مع نفسه. الصادق مع نفسه. الحقيقة لما تشوفوا الحرص على تقديم الكوادر، تلاقوا امبارح مثلا والأهلي بيتوج بكرة اليد، الكابتن الخطيب صحيح كان مرتبط بتأدية واجب العزاء في وفاة الكابتن هاني مصطفى عليه رحمة الله، فاللي بيمثل النادي الأهلي في التتويج الكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة. تلاقوا بكرة إن شاء الله تعالى بعثة الأهلي لكرة القدم تطير إلى تونس، رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة. الفرقة اللي راجعة من دبي أو من أبو ظبي بكأس السوبر ديت الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة. فأنتوا هتلاقوا فريق عمل متكامل بأجيال متناغمة كلها بتسلم بعضيها. هو ده الدور الكبير جدا والسوبر اللي كان هناك. كان الكابتن صالح حريص على ده، كابتن حسن كان حريص على ده، كابتن الخطيب حريص على ده، تداول ان انت بتقدم كوادر وبتصنع كوادر لمستقبل النادي الاهلي، وبتدي فرصه وبتدي الثقه لكل الشباب اعضاء المجلس ان هم يديروا ويقودوا. غدا البعثه تسافر الى تونس في تحدي جديد برئاسة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة، وكالعادة برضو بيرافقها بعض أعضاء المجلس زي ما كان كتير منهم موجود في أبو ظبي، لكن تم تقديم الدكتور مهند مجد رئيس البعثة
هو اللي بيحضر مراسم التتويج وهو اللي بيمثل النادي في المقصورة الشرفية، هو ده النادي الأهلي وهي دي ثوابته وهي دي الصورة بالمناسبة اللي تركها الأهلي حتى لدى الإعلام الإماراتي الشقيق. نشوف في هذا التقرير كيف تحدث الإعلام الإماراتي عن تتويج الأهلي بالسوبر. طيب نفهم ايه من اللي اتقال دلوقتي؟ التقدير. نفهم ايه من اللي اتقال دلوقتي؟ الاحترام. نفهم ايه من اللي شفناه دلوقتي؟ الجدارة. نفهم ايه من دلوقتي؟ ان تنشغل بنفسك ببطولاتك وتفرح بها وليس لك شأن بالآخرين. طيب اجمل الفيفا. تعليق كان للفيفا على جمهور الأهلي انه ده فريق لا يشبع من البطولات وجمهوره يذهب خلفه إلى أبعد المسافات. قال لك وفي كأس العالم للأندية رسموا اللوحة الجميلة للكل لسه متذكرة. على فكرة سواء رابطة الأهلي اللي في الإمارات أو اللي في قطر في آخر نسخ الأهلي شارك فيهم في كأس العالم للأندية كانت الجماهير الأهلوية وروابط الجماهير الأهلوية في الخليج هي اللي رسم هذه اللوحة اللي الفيفا بيشير كله بيسافر ورا الأهلي. في الكويت تلعب في السعودية والإمارات وراهم. بالمناسبة لما أثير جدل من المسؤولين هنا بتوع نادي بيراميدز وبرضه مصممين على حتة اشمعنا الأهلي، يعني هو بيراميدز بيطالب بأنه يأجل مباراته مع الإسماعيلي يوم الثلاث، فيقول لك اشمعنا الأهلي تأجل والأهلي متأجل له 6 ماتشات. بالمناسبة بالأرقام الموسم ده الأهلي أكتر فريق لعب ماتشات، حتى وانتوا بتتكلموا على أنه هو اتأجل له 6 ماتشات ولا 4 ماتشات ولا أي رقم، بيراميدز الفريق الوحيد اللي كمل مع الاهلي في المحفل الافريقي ووصل لغايه ما خرج قبل السيمي فاينل. لكن انتوا عارفين انه الاهلي هذا الموسم يا باشمهندس حتى الان لعب 40 مباراه، بيراميدز لعب 38، يعني حتى هو بيحسد الاهلي على المؤجلات اللي كانت مؤجلات اضطراريه علشان تضارب المواعيد. الاهلي لعب 40 مباراه منها 21 في الدوري و3 في كاس مصر و4 في كاس العالم للانديه و10 في بطولة أفريقيا و2 في السوبر المصري، يعني 40 مباراة كاملة مقابل 38 لبيراميدز اللي جاي بعد منه على طول. بيراميدز لعب 24 مباراة في الدوري و3 في كاس مصر 21 و22 نسختين يعني، و10 في كاس أفريقيا و1 في السوبر المصري 38 يعني. وانتم بتتكلموا كابتن هاني سعيد اللي باستمرار هي الأهلي محطوط في كل جملة، اشمعنى الأهلي تأجله؟ الأهلي تأجله علشان كان المفروض الثلاث يوم 9 يلعب مباراته مع حرس الحدود. الاتحاد الافريقي خلى مباراه الترجي بدل ما هي 13 بقت يوم 12، فبالتالي اتكسرت القاعده بمساله ان انت ليك 4 ماتشات او 4 ايام قبل الماتش الخارجي و3 قبل الماتش الداخلي، فحتما الاهلي ما كانش هيلعب بكره ويسافر، فهيسافر. تم تاجيل مباراه حرس الحدود بنفس المعيار اللي تم التعامل به مع بيراميدز حتى خروجه من الكونفدراليه. فيا ريت والنبي الانديه وهي بتطالب بحقوقها بلاش اشمعنى الاهلي، لانه محدش مداس له على حق اكتر من الاهلي. بالمناسبه كنا قبل التقرير الاخير بنتكلم على البروتوكول بتاع النادي الاهلي انه عضو مجلس الاداره دايما هو رئيس البعثه، وحتى لو رئيس النادي موجود المرجعيه الاهلاويه الجميله الحاجة تيسير الهواري في الفاصل كده خطف المهندس عدلي بمعلومه سريعه فكره بأول بطولة أفريقية الأهلي توج بيها 82 أمام كوتوكو في غانا، كان رئيس البعثة في كوماسي في غانا يعني كان اللي هو مبروك متولي عليه رحمة الله رئيس البعثة، وفي وجود الكابتن صالح، وكابتن صالح الله يرحمه رحمة الله على الجميع قدم اللي هو مبروك متولي هو اللي يستلم وهو اللي يتوج. دي ثقافة دي ما هيش افتعال ومش تفضل، دي ثقافة كل بيلتزم بيها. هو هنا الصدق في المواقف، مش هتلاقي حد يخرج بره الكتالوج ده. أي. واللي يجي اذا ما التزمش بيه بيحرج نفسه. محدش هيقدر يخرج بره الكتالوج ده. تاريخك ضاغط عليك تمشي صح، هو ده التاريخ اللي بيحفظ المبادئ ويجيب الكؤوس ديت. الاعلام المصري كيف رأى فوز الاهلي بالسوبر المصري في كرة القدم في أمام بيراميدز؟ نشوف كلمات بعضها بيرصد فقط بدون تعليق وبعضها بيشيد، لكن أنا المشهد بتاع التحليل يا أستاذ إبراهيم ده اللي ببقى أنا متوقف قدامه له بيشاور لي على حاجات. ناس بعينيها لا يمكن تنصفك،
ناس بعينها دائمة الانتقاد، تكسب واحد يقول لك ما هو كان ممكن تكسب 5 ومدرب على باب الله، تكسب 4 بس انت دخل فيه جون مدرب على باب الله، تتعادل ما عرفش يحل طلاسم الفريق اللي قدامه. لو كسبت بقى هو في فريق قدامه ايا كان، الرجاء ضعيف، بيراميدز خسر من الاهلي ضعيف، اي فريق يخسر من الاهلي يبقى ضعيف، يبقى ضعيف. انما طبيعه الامور الشناوي اذا شال كوره افلت من هزيمه والحظ، وبدليل ان الشناوي نجم المباراه، الشناوي لاعب من 11 طبعا، اذا اجاد يفوز الاهلي طبعا، زي الفيرود اللي لو اجاد وجاب اجوان هيكسب الفرقه، ولو ضيع يبقى الماتش مصيره مجهول. مش معنى كده ان الفيرود لو ضيع والقادمون من الخلف جابوا 3 اجوان ان الاهلي ما فيش ماتش الاهلي ما كسبوش بالجداره. ما فيش ماتش النادي الاهلي مهما قلت عن الاداء، عن تعليقك على الاداء، عن سوء، كله هينتهي الارقام كلها لصالح النادي الاهلي حتى لو ما عجبكش الاداء. مساله ان فرقه تقدم لك السيمفونيات والمتعه في كل مباراه مش موجوده على مستوى العالم. لان انت احيانا انت كده بتغفل وبتهضم حق الفريق اللي قدامك اللي انت بتلعبه بشكل وبتكتيك وهو بيلعبك بتكتيك مقابل، هو انت بتقضي على مكامن القوة ومفاتيح اللعب وهو بيعمل نفس الشيء، وفي الاخر اللي بيقدر يلاقي ثغرة ويكسر هذا النظام بيقدر يكسب. وما يكون النادي الاهلي يبقى استطاع النادي الاهلي انه يحل الشفرة، واحترامنا الكامل للاداء الذي قدمه بيراميد في هذه المباراة. صحيح، لازم. ولذلك انت بتتكلم في مباراة لما يجي يعني الناس كابتن خالد بيومي وكابتن مدحت شلبي وغيره وغيره يقول لك دي احسن مباراة في السوبر، يطلع ناس غير دي اسوأ مباراة، دي مملة. عشان ده فيها ايه؟ مملة ايه؟ هي كرة الشحات دي مملة ولا فيها ابداع؟ طب لما انتهتش بالدفعة دي كانت هتيجي جون. ايوه، ولو اتحسب ضربة جزاء هيبقى ابداع ادى الى ضربة جزاء، في ابداع. الكره بتاعت قندوس اللي فوتها ومشي ما عجبتكش؟ ما خليتكش الله في كره السوبر. يعني في حاجات اه، وفي المقابل بيراميد عمل حاجات وانت قومت فريق كوره محترم وتصديت الفرقه اللي ما تقدرش توصل لجونك دي، يعني يبقى انت هايل جدا دفاعيا ومنظم جدا وهم مش قادرين يحلوا لك قدراتهم كده. لكن انت تتوقع يجي يقول لك ده كان خايف جدا من بيراميد. انا خايف جدا من بيراميد، وفي كل مره لازم اعمل حساب. لعبت مع كفر بيراميدز هتخاف منه؟ اي منافس اذا ما خفتش مش يعني ايه خايف؟ مش مرتعد الفرائص، لكن ولكني لازم احترم المنافس، عامل له حساب طبعا، عامل للتوفيق وعدم التوفيق حساب. النهارده فريقنا تقدم حتى الثانيه الاخيره من الشوط الاول على البنك بهدف من اجمل اهداف الموسم. حد كان متوقعه؟ كره نازله فكرني بالجون بتاع محمد رمضان في أيوة. في بتاع الدوري بتاع الاسماعيلي، نفس المهاره راح لطشها في الريستايم راحت رايحه. هل ده متوقع انت ان تجد من قنا هذا الاداء؟ لا، لقيته. ولو عدى الشوط الاولاني الماتش خلص 3-2. ايوه، اللي في اخر ثانيه ده الجون اللي دخل فيه في اخر ثانيه، 2 من المدافعين كره مش قويه بس اتلعبت خبطوا في بعض ودخل. اذا انت تستطيع ان تحترم اي فريق وتتوقع منه اي اداء، لان دي في الاخر لعيب الكره بتجري وربنا اذا وفق هتشوف اداء مدهش. انا مش عايز باستمرار يا جماعه فكره ان فريق يهرس فريق او يبقى وان سايد، ده مش موجود حتى على الاقل في المناسبه دي. انت بتتكلم في مباراه سوبر، يعني على فكره المباراه يعني لان الاهلي صانع السعاده لجماهيره بجد، وما اعتقدش في فريق على ظهر الارض كلها بيحقق اسباب للسعاده لجماهيره اكتر من النادي الاهلي. هنا اقدر اقول جماهير الاهلي محظوظه بالاهلي طبعا، والاهلي محظوظ بيهم طبعا طبعا. كانت المفارقه انه في نفس توقيت المباراه الاهلي وبيراميدز صديقنا العزيز المستشار طارق بدوي عامل حفل عقد قران بنته ياسمين في نفس اللحظة اللي الأهلي بيلعب فيها.
تخيل المأذون بيكتب يقوم علي معلول جايب جون فالناس تسيب المأذون وتجري تتفرج على الجون. كان بالصدفه مين في القاعه؟ بس المهم الشهودي فضلوا موجودين مكان. كان مين في القاعه موجود؟ حربي. فحربي قلب الليله كلها اهلي مدرجات وحول المساله من فرح في قاعه محترمه شيك الى درجه ثالثه فيها الاغاني للاهلي. نشوفها. من أجل هذه اللحظات تلعب كرة القدم، ومن أجل هذه اللحظات تخلد الفرحة التي يصدرها النادي الأهلي. المستشار طارق بدوي راجل أهلاوي، يعني لما تشوف مستشار طارق بدوي وتشوفه بره كرة إيه ده، وبعدين تتفرج عليه تحس إنه شاب ابن العشرين في شغفه بالنادي الأهلي وافتخاره بالنادي الأهلي. الفرحة بقت فرحتين، وفي كل مكان هكذا يؤثر النادي الأهلي على المزاج العام في كل مكان. تعرف من اللقطات السوبر اللي كانت مهمة ولو حضرة يجيبوها لنا، الشيخ اللي في المدرج اللي اتضح انه شيخ لأنه هو شاب بالفانيلا الحمراء وماسك راديو، هو الراجل يعني ربنا حرمه من نعمة البصر، بس هو كان لابس زي اداله نعمة البصيرة خليجي. هل هو لا هو في المدرج كان لابس الفانيلا الحمراء عادي. انا فاهم انما هو وده من المنصورة مصري بس عاش الخليج، من قرية البرامون، من قرية البرامون في المنصورة، اسمه الشيخ أحمد إبراهيم حسن. كل الناس تواصلت معاه، راجل أهلاوي جدا جدا. وده أنت أنا خدتها من لهذا تلعب كرة القدم، إنها بتسعد كل الناس. الراجل يا جماعة جاي المدرج ومعاه التليفون، ظابط المؤشر بتاع الراديو، حريص ان هو يكون موجود في وسط الحدث، اكنه حريص يحس بالمشاعر، بيحس بالحياه بالظبط. يحس بالمشاعر ويحس بالحياه ويعيشها حتى وهو سامعها. كان ممكن يقعد في البيت يسمع الماتش في الراديو، لكن ان هو يجي ويتعب ويبقى لابس الفانيلا الحمراء. دي البنات الكفيفات بالظبط اهو. ادي الشيخ احمد ابراهيم حسن ده من قريه البرامون منصوره، وامام مسجد في دبي. شفت ناس كتيرة يعني اهتمت قوي، حتى راحوا صوروا معاه في البيت، ما بيفكرش وصوروا معاه في المسجد، وصوته في القرآن جميل. طب انا ما بفكركش بحاجة ده. كاس العالم للأندية ونادي النادي البرازيلي اللي كان جاي الولد الكفيف وجاي النادي إيه اللي كان لعبنا ده اللي غلب بالميراس. بالميراس ده مثلا جاية 7000 مشجع جم، شوفوا على كام طيارة. الفيفا استضاف منهم واحدة وابنها. ابنها كفيف. وكانت بتلف بيه كل الملاعب، فالفيفا استضافته على حسابها عشان تكريما لده، تكريما انه يروح في الملعب ويحضر ماتش بالميراس. يا جماعة المشاعر بتعلم في القلوب، وده هي دي نبل الرياضة. ده نبل الرياضة ان تقدم لنا هذه السعادة. فأرجوكم تعالوا النقي، وإذا كنت أنا بعمل كده أنا آسف، في أي لحظة تشعر أن أنا غصب عني قلت حاجة، تعال نقي الرياضة من كل وسائل التحفيل، وتعال نديها المعنى السامي للرياضة. ده كلام طيب ومهم جدا مستر مارسيل كولر، الراجل الحقيقة منبهر يا جماعة بجمهور الأهلي، لأنه قال لك الله. طب أنا لو في القاهرة شيء طبيعي أنه في مصر ألاقي المدرجات مليانة بجمهور الأهلي، بس أنا في أبو ظبي
شكل المدرج الاستاد الممتلئ عن اخره استاد محمد بن زايد بالاهلي اثر جدا في مارسيل كولر. نشوف كلامه بعد المباراه. Ich weiß, es ist bereit, oder? Jetzt. Liebe Fans, ich weiß, ihr wollt nur Pokale. Wir haben den nächsten Titel geholt und wir freuen uns mit euch und wir uns weiter unterstützen. Wir geben dir سواء هيدوكوتي اللي كان ابن بلد وراح كان في المصمت وكان في الكشري وكان وفي كل حتة ها واندمج في الحياة وفي حواري وشوارع القاهرة مع اللاعبين، إلى جوسيه الذي قال من أجلكم من أجلكم فور يو فور يو فور يو، فدخل قلوب الجماهير عندما أحرز البطولات نلعب من أجلكم، إلى فايلر إلى موسيماني اللي جاء منبهرا وقعد يصور جماهير الاهلي وعندما لعب قال بس انا عندي مشكله، الناس دي كل ماتش كل بطوله عايزه تكسبها، انا اقدر اعمل كده ازاي؟ وفي كده في العالم الطاقه الاستيعابيه بتاعتي مش هتشيل في كده في العالم. فياتي كولر يقول اللي انا شفته هنا معشوش بالشكل ده ولا بالحميميه دي، وابتدى الراجل بثقافه جوسيه يقرا التليفون اللي خلاه رن مره واحده. المهم تسمحوا لي اقفله، يكون منو يكون مسماني. انا كل اللي عايز اقوله بس اسف. بص يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه. مستر مارسيل كولر الكاس اللي كان شايلها هي الكاس دي، هي دي. بس انتوا خدتوا بالكم هو بيقول للجمهور انا عارف ان انتوا سعداء بالكاس وانا عارف ان انتوا فرحانين بالكاس، بس انا كمان علشانكم انتوا باصص للي جاي. ايوه الثقافه تتنقلوا بقى اللي جاي. اتنقلت له دي على فكره، انا افتكرت ده امبارح تحديدا. الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لكره اليد في النادي الاهلي، راجل عامل برضه مسيره رائعه جدا، ياخد الدوري وياخد الكاس وياخد السوبر ويتاهل لكاس العالم للانديه. وامبارح الزميل اسلام الشاطر وهو بيحتفل بابطال كره اليد، المدير الفني واللعيبه ما جوش، عارفين ما جوش ليه؟ وهم معاهم الكاس ديت وفرحانين بيها، بس قال لك لان احنا عندنا بعد بكره بطوله جديده بدانا الاستعداد ليها، مش عايز احتفالات دلوقتي. متخيلين فريق في ايده الكاس لكن باصص انه بعد بكره في بطوله تانية؟ هي دي ثقافه الاهلي يا جماعه. انت عارف يا استاذ ابراهيم عشان ندي البطوله دي حقها، يعني انت داخل البطوله حميد اللي لعب كل الماتشات ومقدم مستوى مخيف، فرحت جايب لعيب تستعين بيه علشان يبقى مع اللعيب الاخر بتاع النادي الاهلي يصاب، فتلعب بالحارس الثاني ومعاه احد الناشئين. هذه المباراه قاعد بره مين؟ لاشين اللي هو المرادف لقداح الطويل اللي بيلعب بالباك يمين وفي ناحيه اليمين، وايضا فوكس صانع الالعاب اللي هو السيرد باك اللي جاله صليبي اول السنه، وبعدين حميد، وبعدين في اثناء المباراه انت جايب واحد من اهم اللعيبه على مستوى العالم علي زين، وكلنا فرحانين يتحسد قاعد يتصور هنا وهنا وفرحانين بيه كلنا، والراجل ما ابتداش بيه زي نوع من التكتيك بينزله في الوقت اللي يربك الدنيا، والوقت اللي لعب فيه كان مؤثر جدا كقياده كمان. هو حتى انا لما تابعته وهو بيلعب في برشلونه دوره الدفاعي وفي صناعه الالعاب اهم من دوره في احراز، هو المايسترو بتاع الفريق. يصاب، مش بس يصاب وستحرم منه في بطوله افريقيا. النهارده بسال خالد العوضي بسرعه هنجيب مين؟ قال لا، الراجل بيقول انا مش هقدر اجيب حد يندمج مع الفرقه دلوقتي، مش هكرر تجربه كاس العالم اللي فات. انا في ثقتي دلوقتي بلاعيبتي كبيره وعندي الـ 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 الاماكن اللي تقدر تنجح. كنا نتمنى طبعا كابتن علي زين والله ممكن يستنى ونشوف ايه الايام اللي جايه، انا مش عارف الحقيقه. بس شوف حتى ناسي الامه بتنطط اهو على رجل واحده.
نتمنى القادم يكون لائق بالنادي الاهلي عشان يكملوا لنا الموسم الحلو ده بقى. طب انا اقول لك حاجه، ما خدتش بالك هو جاي من اخفاق؟ يعني هو جاي من كاس العالم، مش كويس ومش وحش، خلاص لعب الدوري اهو، لعب بطولتين، ادوا له الكاس للحارس المصاب. المصاب خسرت من الزمالك في بدايه الموسم، وابتدت الناس تزوم وتهمهم وفين وفين لحد ما الفرقه، وده اللي احنا بنقوله ايه، احيانا الوقت يبقى اهم من التدعيم، لان الوقت هو اللي بيجيب لك شغل وانسجام والتزام وجاهزيه. اللياقه البدنيه كانت ممتازه جدا في سرعه الارتداد، في الانقضاض وقطع الكرات. نتمنى ان البطوله دي تتلعب كويس، ونحقق في حاجات. البنات برضو انا متشوق اشوف بعد التدعيم اللي حصل فيه. طب خلصت كلام على الكاس اللي جنبك، اتكلم انت بقى هنا. اتكلم انا هنا. طيب الحقيقه مباراه الاهلي وبيراميدز مباراه رفيعه المستوى في المستوى في الاداء الفني، والناس اللي اتكلمت قالت لك التحكيم ومش التحكيم. هنيجي طبعا في اراء تحكيميه كامله، لانه لو في حد اهدر حقه في المباراه فهو الاهلي باجماع خبراء التحكيم اللي هنشوفهم. لكن الاراء الفنيه، الرأي الفني أعتقد كان مهم جدا في تحليل هذه المباراة. نشوف بقى شيخ المحللين الشيخ طه، كابتن عماد متعب والكابتن محمد عمر والكابتن أحمد الكاس، هيختاروا مين نجم الصوت في هذه المباراة. أول المباراة أو مان أوف ذا ماتش كابتن طه؟ محمد الشناوي. محمد الشناوي يعني هو بمثابة لعيب أحرز أهداف، يعني أكنه أحرز أهداف. أحرز الهدف الأكبر فوز الفريق. بالضبط، يعني كل فرصة بيحفظها أو بيضربها المرض أكنه جاب هدف. صح. فهو النهاردة الحقيقة كان في قمة التلبية السريعة بتاعته في الكرات اللي اتلعبت، في كرات اتلعبت سريعة جدا عايزة رياكشن جامد جدا، فالنهاردة كان رياكشن عظيم بالنسبة له. إذا محمد الشناوي حضرتك. محمد الشناوي. كابتن عماد. بتفق طبعا مع دكتور طه، أنا شايف الشناوي النهاردة عمل مباراة جيدة جدا، انقذ النادي الاهلي من اكتر من فرصه، تعامل مع المواقف اللي جات له على مدار المباراه بشكل جيد جدا، مدي طمانينه للعيبه، ودي دي حاجه مهمه جدا ان تكون مرتاح عندك. صح. حارس مرمى كبير. صح. فطبعا خبرات وتالق كبير جدا من الشناوي وهو نجم المباراه. طب كابتن احمد. في شك طبعا، بتفق طبعا مع دكتور طه وكابتن عماد ان فعلا الشناوي فعلا هو رجل المباراه. كابتن محمد. مش هنختلف طبعا، محمد الشناوي في كلمات يقظة توقع سليم، يعني انقاذ رائع، رد فعل عالي، عاطي لزملاته الحياه كل الامان. نقدر نقول انه في حته ثانيه النهارده. طبعا من زمان. ايش الشناوي؟ وعندما يكون حارس مرماك هو مان اوف ذا ماتش، يبتدي الناس تعلق بطريقتين. اللي ما بيحبكش يقول لك ده دليل ان الاهلي كان مضغوط، ده مان اوف ذا ماتش الجون بتاعه. لكن المنصفين هيقول لك ايه؟ هو مان اوف ذا ماتش ليه؟ انت ممكن يجي لك كورتين اتنين، ها؟ هي الاختبارات الحقيقيه اللي كانت ممكن لو دخلت واحده منهم ما تلومش الجون، فيقدر يصدهم بكفاءه فيحافظ على حظوظك في الفوز. فتنتهي المباراه بفوز، رغم ان هناك ادوار اخرى في الملعب النجوم أدوها بكثافة جدا أو بتفوق جامد أو بالتزام جامد. لكن عندما يكون مان اوف ذا ماتش حارس المرمى لتصديه لفرصتين، ها، يبقى أنت بتقول إيه؟ لولا التصدي والفوقان بتاع الكابتن شناوي اللي في مناسبات أخرى الناس انتقدت، وهي الناس شوف دائما على قدر العشم يكون العتاب. اي ما هو كابتن الشناوي الناس معشمه منه هذا المستوى. لما قدمش هذا المستوى هيقدم المستوى اللي بيقدمه جون العادي، فتخش كره صعبه، لكن مش معنى كده ان هو السبب فيها. لكن لا، ده انت بقدراتك دي، لا قدراتك بقى اللي عارفين عنك تخليك تجيب الكره دي. والحمد لله ان اخر ماتشين عاد إلينا الشناوي الذي نعرفه كأفضل واحد من أفضل حراس المرمى في العالم. دي مسألة مهمة جدا جدا في هذا الاختيار وهذا التقدير. طيب الفنان بقى عماد متعب استغرب لحاجة معينة، إيه هي؟ نشوف. كهربا دايما هو صاحب الفينيشنج وصاحب كلمة السر دايما أمام المرمى،
يمكن كهربا في الفتره الاخيره بعد رجوعه كمان من الايقاف فتره طويله كلنا استغربنا الرجعه القويه، اداء قوي جدا، لعيب الواضح ان في الفتره دي كان بيتمرن بشكل جيد جدا، كان مركز بشكل كبير جدا، ربنا بيكرمه وبيوفقه انه يقدر يسجل اهداف في اغلب اللقاءات اللي شارك فيها كهربا مع النادي الاهلي الفتره الاخيره، سجل اهداف، لو ما سجلش بيصنع اهداف، لو ما صنعش بيشارك وبيستغل، يعني كره ضرب الجزاء النهارده دي خبرات على فكره، صح انا بستخدم خبرات، يعني في مواقف كتيره ممكن ما تسعفش نقدر اسجل هدف لكن اخد حاجه تانية مقابل الهدف، هو قدر يعمل ده النهارده، حط جسمه، اول ما حط جسمه مدافع في ظهره خلاص بقت ضرب الجزاء، ده اللي انا كنت بتكلم عليه، يعني خبراته كمان مساعداه، بيشتغل بدماغه، وانا بحب اللعيبه اللي بتشتغل بدماغه، يعني كهربا من اللعيبه الاذكياء، لو دخل في قوه وعنف وضرب وتخبيط مش هتاخد منه كتير، لكن هو بذكائه بيقدر ياخد مساحات، يقدر يشتغل في الحتت الفاضيه، يتوقع المكان، وده بيعمله بشكل جيد جدا، وده بيخليه في مواقف نسجل بيها اهداف. هو كهربا الناس بتجيب سيرته عشان الحدث والحاله اللي عاملها وما يصار حوله، ولا هو من الناحيه الفنيه هو مختلف وبيؤدي اداء مختلف، بيؤدي عماد بيقول لك من اكتر اللعيبه اذكياء في التحركات. ما هو عماد لو مين اللي هيحكم بقى؟ عماد متعب طول عمره بيتكلم على الفيرود انه يتحرك الحركه اللي تبسط ادائه ويبان انه ما بيعملش حاجه بس هو بيعمل كل حاجه. ايوه طريقه تحرك، وفي تقييمات فنيه انا يعني بعد كده سمعتها لمدربين كبار بيقول لك لا كهربا بيؤدي اداء مختلف. بس كهربا نفسه لما سئل مع الاستاذ ابراهيم فاي هو ايه اللي انت عامله ده؟ ليه ربنا يعني ادائك ده ايه؟ وانت ركزت جامد مره واحده كده، انت كنت متوقع انك تنجح النجاح ده بعد ما قعدت ست اشهر بعيد عن اللعب وبتاع. قال له انا خدت بالاسباب، انا اتمرنت جامد، انا تحديت نفسي وما حبيتش ان انا لما تجيلي الفرصه ما اغتنمهاش، لكن لما ربنا يبقى في ظهرك، يعني كلمه اتعلمها زي دي تمشي على الميه. يعني تقدر تعمل ما يبدو مستحيلا، بس خليك مع الله. وانا بقول له كابتن كهربا اديك عرفت السر، خليك مع الله. ده كلام مهم جدا، نشوف راي الكابتن محمد عمر. الحقيقه النهارده يستحق الاحتفال، لان انتوا عارفين سيستم الاهلي هيحتفل النهارده وهيقفل بكره. كابتن محمد راي حضرتك في المباراه؟ اولا مبروك طبعا للنادي الاهلي، يوم جميل ويوم تستحق عليه دوله الامارات التحيه الحقيقه، يعني هي مباراه كانت قويه جدا عكس ما كلنا توقعنا، واهم ما في هذه المباراه هي الريتم العالي جدا طوال ال 120 دقيقه. خبره النادي الاهلي طبعا اعلى وحسمت المباراه. يمكن كان في الحقيقه نقطتين مهمين جدا، فرصه بتاعت بيرسي تاو كانت ممكن تخلص المباراه في الشوط الثاني، قصادها فرصه لدودو جباس في الشوط الرابع كانت هتعيد المباراه لضربات الترجيح. فدول كانوا نقطتين مهمين جدا، لكن هو في النهايه التبديلات كمان اللي اتعملت الحقيقه اضافوا قوه واضافوا سرعه في المباراه واضافوا متعه، قدر النادي الاهلي وخبرته يحسم هذه المباراه، لكن في المجمل هي كانت مباراه الحقيقه يستحق الفريقين التحيه عليها. شوف هو ذكر كلمه التبديلات وتاثيره. انا كنت عايز بس فرصه عشان اعلق من وجهه نظري من اول ما قريت التشكيل الذي بدا به الاهلي في المباراه، قدرت اعرف الراجل ده من وجهه نظري ناوي يعمل ايه، وعايز اقول لك انا فكرت ازاي معاه. لان كابتن محمد عمر قال لك التبديلات هي عملت الفارق في المباراه، عندما يعني هو القوه الضربه خلال الماتشات اللي فاتت ايه؟ كان الكابتن كهربا، كان اللعيبه اللي هي قاعده، اللعيبه اللي هي قاعده اتنين تلاته منهم على الخط، حسين الشحات اللي لما ما يبتديش بقوته الضربه، هل ده هنقول لك هو انت ما بتبتديش؟ لا، ده كان في ذهنه ان المباراه دي قد تساق الى ال 120 دقيقه. فهو لما عمل التغيير في نص الشوط الثاني، لما وصلت ال 120 دقيقه حصل ايه؟ ركب المباراة بدنيا وفنيا، ركبها. انت كان ممكن في الوقت الاضافي الثاني بعد الجون تحط ثلاث اهداف. هذا يدي لك تفكير المدرب ان انا ابتدي وانا بتحفظ
بالقوة البدنية اللي تأمني، وبعدين بكامل القوة الضاربة بتاعتي في اللحظة اللي يبدأ الهدوء البدني عند المنافس. هكذا أنا تصورت أداء مستر كولر. ما تطلبوش من الناس الاستعراض كل وقت، إنما اطلب منه يفكر بشكل خططي خططي. دائما اطلب من المدرب انه يكون دماغه صحية وان تغييراته تحدث الفرق، وهذا ما حدث. يعني بس دي ملاحظة كنت عايز اقولها، لان ده يؤدي الى الفوز بالجدارة، ودي اللي تهمني. ده كلام مهم جدا يا جماعة، بالذات لما بيجي الانصاف من نقاد او محللين ما هماش لاعبين سابقين في النادي الاهلي. الشيء طبيعي جدا ان الشيخ طه يحلل بمشاعره وعواطفه، وعماد متعب يحلل برضه باحاسيسه ورغباته واحساسه، انما دايما الانصاف بيجي كابتن محمد عمر صاحب مقوله ان النادي الاهلي نادي اوروبي كتب عنوانه هنا بالغلط. دي مقوله محسوبه للكابتن محمد عمر الحقيقه، لانه فعلا في سيستمه في ادائه في نظامه اللي الناس التانية مش عايزة تعترف بيه. وبعدين باستمرار تلاقوا بقى الغنوة بتاعت اليومين دول في الناس اللي بتتكلم على العدل والعدالة، أصله مش بقية الأندية مظلومة، وأنا مش عارف الأهلي ظالم بقية الأندية في إيه؟ علاقة الأهلي بكل الأندية في المجمل في أفضل ما يكون من الاحترام والتقدير. ما هوش ما هو ده اللي بقول لك. فكرة إسقاط إنك أنت تبرر عدم تحقيق اهدافك انت على ان الاهلي بيجامل او الانديه مظلومه او خلاص ريحت، انت قلت كده والناس ارتاحت وهينضم اليك كل الناس اللي عايزه تريح دماغها. الدكتور سلطان اللحياني راجل محلل سعودي، رؤيته لهذه المباراه في قناه ابو ظبي نشوفه. هل لو كان الزمالك امام الاهلي بتكون مهمه الاهلي صعبه؟ لا، اشوفها مع بيراميدز اصعب، مع بيراميدز اصعب هذا الموسم. لو نتكلم حتى على مستوى الترتيب، الاهلي متصدر الدوري بفارق 3 نقاط ومتاخر 5 مباريات، الزمالك على مستوى الدوري رابعا بعد بيراميدز فارق 3 نقاط وبيراميدز متاخر مباراه. نيجي حتى على مستوى الكاس، الكاس الزمالك خرج من بيراميدز على الرغم من تقدمه الشوط في الدقيقه 6 بهدف، وطرد علي جبر في الدقيقه 11 وعادل بيراميدز وكسب بركات الترجيح. فالفارق هنا يوضح لك ان بيراميدز تميز على الزمالك هذا الموسم، بالاضافه الى حتى تتكلم عن كاس مصر، الاهلي مع بيراميدز قبل هذه المباراه كسبوا حتى في الاشواط الاضافيه، فاذا التنافس مع بيراميدز اراه في الوقت الحالي اقوى من الزمالك، وان كان الاهلي يتفوق هذا الموسم على مستوى الدوري المصري بفارق كبير، يتفوق حتى على مستوى القاره الافريقيه، شفنا كيف بعد تاهله ومتوقع وصوله للنهائي مع صن داونز. فاعتقد الفارق الفني اللي يمتلكه الاهلي بهذه الكوكب من النجوم اعتقد انه فارق، والنتائج خير دليل. الدكتور خدنا بقى في حته ثانيه مهمه جدا جدا جدا، وبتدق ناقوس انك انتوا ما تضحكوش على نفسكم، شوفوا الناس اللي بتفهم بره شايفاكوا ازاي. عندما ياتي هذا الكلام من خبير كروي في محيطنا الخليجي وهو بيقول لهم ارجوكم ايها المعنيون بكره القدم اهتموا بكره القدم. يعني المره دي ما هو الراجل بيضم صوته لصوتنا. كرة القدم تستحق يا أستاذ إبراهيم عناية جادة. وعلى فكرة ده الرأي اللي أكد عليه كمان المحلل العربي عامر عبد الله، نشوفه. أرجوكم يا مسؤولي كرة القدم في مصر انهضوا بها، لأن مصر هي أكثر أرض خفلة للاحتراف الحقيقي والاستثمار الحقيقي والتسويق الحقيقي والمتعة الحقيقية. صدقت وكلمة صادقة جدا منك وبأحاسيس صادقة، ويعني يا رب تكون مسموعة وتنفذ، لأنه بالفعل الإمكانيات دائما حاضرة وننتظر التنفيذ والرغبة الحقيقية لتطوير هذه. أنت شو اللي تحتاجه يا كابتن؟ أنت تحتاج ملاعب موجودة، بنية تحتية موجودة، إدارات موجودة، جماهير موجودة. يعني إحنا اليوم أنتوا اللي ماخذ المشهد العام أهلي وزمالك، لكن ترى الإسماعيلي موجود والمصري موجود والاتحاد السكندري موجود. تخيل لو دخلوا ناس واستثمروا في هذه الأندية ودعموها وجماهيريتها، تخيل السوبر القادم يكون بين 4 أندية جماهيرية في الأسبوع المصري اللي قاعدين يقترحون عليه. فأنا أكلمك يعني
امامكم فرصه كبيره جدا لان مصر هي من علمت الكوره في المنطقه. يعني يكفي اليوم معلومه اليوم ان يقول لك ان الاهلي يا اخي 30 نادي عربي ارتبط باسم الاهلي بسبب الاهلي المصري. اذا التاثير موجود. صح صح صح. طيب هو زي ما قلنا لكم الراجل بيقول ارجوكم اول جاي ما قال يا استاذ ابراهيم اهتموا كره القدم المصريه. اهتموا بيها ليه؟ لانه عندكم كل عناصر الابهار والتفوق والتاريخ والعراقه والجماهيريه. وعدده تجد الاسماعيلي والمصري والاتحاد وزمالك والاهلي ادعموا الانديه دي. تخيلوا بقى وقال لك ايه ولمس كده على سبب ان السوبر بعد كده في مسابقه هيبقى رباعي الاطراف. وان كان لسه احنا مش عارفين هو ده هيستبدل السوبر العادي ولا دي مسابقه اخرى غيره لازم اتحاد الكره عندنا يعني. طيب اهتموا بالكره المصريه لكن حقيقه واحد من اهم العوامل تاثيرا بالسلب في الكره المصريه العنصر اللي الزميل الاستاذ سيد علي مش مصدق حاله ابدا. نشوفه. انا مش مصدق ما يقوم به الاعلام الرياضي في مصر. ما ينفعش واحد الحقيقه يطلع مذيع ليست له علاقه بالمساله يطلع يقول انا عندي مصادر بتقول لي ان الاهلي اختار الحكم الفلاني الفلاني عشان يعمل فتنه. ومش متصور حتى هذه اللحظة أن الجهات المسؤولة عن الإعلام في مصر ما حققتش مع هذا الإنسان. أنا مش مصدق أن في حد بيعتلي منصة إعلامية ويطلع يقول أن أنا كلفت المحامي بتاعي وأن أنا هروح أرفع قضية وأعمل قضية على الفيفا وي 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 ثم يعود هذا ويقعد على المنصة الإعلامية. وهذا اللي قاعد على المنصة الإعلامية يروح بعد كده في النادي ويبقى من ضمن الناس اللي بتدير. انا مش قادر اصدق ان اتحاد الكوره ما زال باقيا حتى هذه اللحظه. للمره العشرين ان انا اقول ان حازم امام في حاجات بتبقى كبيره على الناس قوي قوي. انت محطوط في اتحاد الكوره لست ممثلا عن نادي الزمالك. الشباب دول لازم ياخدوا كورسات ان انت بتترك انتمائك اول ما تدخل لانك انت بمثابة قاضي. الحاجات اللي بتحصل دي فتنة غير عادية. الاعلام ده يا جماعة مسؤولية. يعني انا عايز اقول لحضراتكم حاجة وانا بقول بالاسم اهو. انا لو الدولة مسؤولة بجد وكده ميدو ده لا يخرج الى الناس ابدا. اخر حد يوجه نصايح في اللعبة انت. اخر حد يوجه نصايح في اللعبة او في المسألة انت. الحاجة التالتة ان في بعض الناس اللي منصبين نفسهم بيفهموا في الكورة ويطلعوا يدوا درجات للعيبة وهم كانوا لعيبة عمرهم ما حققوا في حياتهم حاجة خالص. النقد الرياضي زي النقد الادبي زي النقد السياسي زي له قواعد واصول. استحلفكم بالله للحتت اللي مسؤولة عن الاعلام وعن محتوى الاعلام خلوا بالكم ان في بعض الكلام يوجه لجمهور الدرجة الثالثة وجمهور الناس الحقيقة اللي عندهم حماس بيحط النار على الزيت ويعني بيولع الدنيا. ما ينفعش. شوف ما قاله الاستاذ سيد علي بيدعم توجه الاستاذ عامر اللي هو عامر عبد الله لما ابتدى ارجوكم يا مسؤولين كرة القدم انهضوا بها لان مصر هي اكبر ارض خصبة للاحتراف الحقيقي والاستثمار الحقيقي والتسويق الحقيقي. فيسرد مجموعة السلبيات دي والاندهاشات دي والاستغرابات دي ويطالب بسرعة التصدي لمثل هذه الظواهر التي تؤدي الى ارجوكم يا مسؤولين مصر انهضوا بكرة القدم وينهي بنفس الطريق. استحلفكم بالله أيها المسؤولين عن المحتوى الإعلامي خلي بالكم إن في بعض الكلام بيوجه للدرجة الثالثة وهذا حقيقي. الشغل الشاغل إنه يخاطب الرأي العام تحت عشان يهيجوا ويكسبوا في صف. الكثير منهم يفعل هذا. طبعا أستحلفكم بالله كده
والناس اللي عندهم الحماس بيحطوا النار على الزيت وبيولع الدنيا، ما ينفعش. أؤيد كل كلمة جاءت من الأستاذ عامر عبد الله والأستاذ السيد علي. طيب، جيمي باتشيكو بعد المباراة اختصرها كلها في مغازلة، قال لك أنا عرفت كده الزمالك أو مرتضى منصور ما حبش يشارك ليه. رد عليه الزميل محمد شبانة، نشوفه. طلع باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعد ماتش السوبر متضايق وقال انا عرفت الزمالك انسحب ليه، يعني بيعمل اسقاط اكيد على الحكم. طيب انا وراضي ذمتكم، لو كل اللي كان طالبه باتشيكو من محمود البنا اتعمل كان يعني بيراميدز كسب، ولا هو قصده ان الحكم ما حسبش بينالتي لحسين الشحات مثلا، او خلينا نقول الكارتي هو قاله بعد المباراة. وكنت اتمنى ده اللي يقول المدير الفني البيراميدز. كارتي قال قابلنا فريق قوي، فريق متمرس، فريق عنده قدرات قوية جدا، واحنا لازم نستفيد من التجارب اللي زي دي اللي الاهل اتعلم منها على مدار سنين وسنين وسنين، واصبح لما بيخش مباريات فاصله زي دي يبقى مرشح اول للفوز بيها. الاهلي فعلا كسب السوبر عن جداره وعن استحقاق. بعيد عن تصريحات باتشيكو اللي مش عاجباني، ده انت يا باتشيكو خسرت. طيب شبانه، الاهلي كسب عن جداره وبيرد على جيمي باتشيكو وانه لو في اخطاء في التحكيم فهي كانت ظلمت الاهلي. على فكره ده مش راي محمد شبانه ومش راي حتى الجماهير ولا راي الزميل عمرو اديب اللي قال لك جمهور الاهلي اللي مال المدرجات دي، انا مش عارف لو جمهور الزمالك حضر كان هيقعد فين وكان منبهر بالحضور الطاغي لجماهير الاهلي. لكن على المستوى التحكيمي لازم نقف وقفه مع خبراء التحكيم عن ماذا حدث في السوبر ومين اللي اتظلم بالظبط. والبدايه مع الخبير السوري الكابتن جمال الشريف. عند الدقيقة 93 كرة تلعب من منتصف الملعب باتجاه حدود منطقة الجزاء لفريق بيراميدز باتجاه محمود عبد المنعم المرقب بكهرباء، الذي يحاول كهرباء أن يستقبلها بفخذه الأيسر قبل أن تسقط على الأرض، إلا أن اللاعب المدافع يقوم بمد قدمه وساقه اليسرى فيصيب كعب القدم اليسرى الفخذ ويمنعه من السيطرة على الكرة أو الحصول عليها. طبعا حصل التلامس وإعاقة للفخذ لاستقبال الكرة، وبالتالي في هذه الحالة ركلة جزاء أصبحت واقعة. إذا قرار صحيح باحتساب ركلة جزاء من محمود البنا. طيب ده رأي جمال الشريف اللي كل الناس كل شوية تقول لك كابتن جمال الشريف قال احنا سمعوه لكم، مش ادعاءات زي ما كان الناس بتسند اليه كلام لم يقله. ولكن تعالى بقى نشوف هنا كابتن شناوي قال ايه. هنيجي لركلة الجزاء. طبعا هو كهربا يعني خلق لنفسه المساحة اللي أي تلامس ليه يحصل له بعد كده هياخد خطأ، سواء خارج منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء، فبالتالي ركلة الجزاء قرار صحيح. بص هنا خلاص، وهنا اللعيب طبعا خلاص فقد كل حاجة، فقد الكرة، فقد التوازن، عرقل كهرباء ودفع كهرباء، فبالتالي ركلة الجزاء صحيحة وقرار الحكم قرار صحيح بالاحتساب، والفار أكد له هذا القرار. نيجي بعد كده في لعبة كنت أتمنى من حكم الفيديو إن هو يجيب فيها اللعبة دي. هنا يعني هنا تشوف اللعيب بتاع بيراميدز ما بيلتحمش للكورة، لأن هتشوف بص حسين الشحات خد الكورة في الاتجاه ده وبعدين عكس الاتجاه، بص اللعيب راح فين؟ ساب الكورة. يعني هنرجع بس نرجع من اللقطة دي. هنا بيرجع هتلاقي لاعب بيراميدز مش رايح للكوره، ده مش التحام عادل، لان هو بص الكوره فين وهو رايح بالشكل ده، وبالتالي هنا القرار هنا كان لابد من ركله الجزاء وحكم المباراه، يعني الفار كان لازم يستدعيه. سمير عثمان، انا مش هعلق على كوره الكابتن كهربا، انا هعلق على دي اللي ازاي الناس بتتكلموا في ايه؟ هو في اوضح من كده؟ واحد دافع وشه وما راحش للكوره والتاني كان رايح يجيب جول، ايه يا جماعه؟
ضربه جزاء وطرد هي دي عايزه مناقشه. طب نشوف بقى كابتن سمير عثمان، يمكن الكابتن الشناوي يعني ها طبعا الايد خارجه بره الجسم في اعاقه للكره وهي رايحه، يبقى لازم هنا في انذار على علي جبر، ودي كانت في الدقيقه 32 كره كان لازم هنا كارت اصفر، كارت اصفر لازم على علي ماشي جبر. دي الحاله الثانيه، نشوف نشوف الحاله اللي بعدها يعني كان لازم هنا يطرد بقى لانه كان واخد اصفر الأول. احنا قلنا في انذار اولاني ودي انذار ثاني، الانذار الثاني يبقى طرد. نشوف الحاله الثالثه، حاله مهمه جدا في المباراه. اول حاجه هنا مفيش اي تعمد، بس التعمد اتلغى بقاله 15 سنه، حطوا مكانه اهمال تهور استخدام قوه زياده. الكره دي اهمال، يعني اهمال انا بحاول العب الكره بس اعقت الخصم. نعيد تاني، الاهمال التعمد اتلغى بس عندنا اهمال. هنا الاهمال ايه؟ الراجل بتاع بيراميدز عاوز يلعب الكره ما جاش في الكره، خبط في كهربا، ركله الجزاء سهله، برافو البنا حسبها. واكد برضو عبد الرحمن قال علي حكم الفار عليها وقرار ممتاز باحتساب ركله الجزاء. بعد كده حاله هنا برضو، هنا عندنا في حاله ركله جزاء لصالح نادي الاهلي، لو البنا ما شافهاش يبقى لازم حكم المباراه حكم الفار يتدخل، بس هنا لو هتحسب ركله جزاء يبقى عندك حاجه واحده، كارت واحد لازم يطلع، مش كارت اصفر، كارت احمر، لان دي فرصه محققه وفي منافسه بالجسم، هنا مفيش منافسه، لو كان بيلعب بالرجل اوكي، بس هنا في الاعاقه بالايد يبقى هنا في ركله جزاء، هتحسب ركله جزاء يبقى لازم كارت احمر. ايها التاريخ، ايها الباتشيكو، هذه كره لم تحتسب ضربه جزاء، هذه كرة سوف يعني يتحدث عنها ومدافع لم يطرد للمرة الثانية أو الثالثة يعني ما هو لو كانت اتحسبت كان اطرد وفي الهاندبول اللي في الدقيقة وبعدين 30. يطلع الباتشيكو يقول لنا مش عارف ايه. طيب نشوف بقى كابتن جهاد جريش، هل اتفق على ضربة جزاء كهربا أيضا وطرد علي جبر ولا لا؟ بعد كده بنتكلم في الدقيقة 33، بنتكلم في لمسة يد موجودة شوتنج على الجول، اللاعب المهاجم بيشوط على الجول وفي ايد ايد من المدافع مفتوحه بره الجسم مكبره الجسم والكره رايحه شوطها على الجول، ده انذار مستحق، وده كان الانذار الثاني لعلي جبر وكان لازم يشهر الانذار الثاني في الدقيقه في بدايه المباراه في النص الاول من المباراه، وبالتالي في الدقيقه 34 كان انذار مستحق للاعب النادي بيراميدز وكان الانذار الثاني. في الدقيقه 92 وبنتكلم على او 93 في بدايه الشوط الثاني الاول الاضافي وركله جزاء تم احتسابها للنادي الاهلي. طيب اذا شفنا هذا التحليل التحكيمي لكل الحالات اللي خاصه بمباراه السوبر وقد ايه الاهلي اتظلم في هذه المباراه، فاللي بيعترض يشوف الاهلي كان لازم يستفيد من لاعب كان يجب طرده مبكرا علي جبر، وضربه جزاء على الاقل واحده لم تحتسب. ويطرد علي جبر تاني. ويطرد علي جبر للمره الثانيه او ربما الثالثه كمان. لكن هو ده النادي الاهلي، بيطلع من بطوله، اذا كان هذا الكاس النهاردة الأهلي احتفل بها يدخل غدا في فلك منافسة جديدة مع انطلاق كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد في صالة الأمير عبدالله الفيصل في النادي الأهلي اللي بيحتفل بها النادي الأهلي ويسعى جاهدا لإحراز لقب جديد، لأنه جمهور زي ما قال عليه ديفيد ديفيز وزي ما قال عليه مارسيل كولر، جمهور لا يشبع. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة أو في العاشرة مساء الاثنين الخميس القادم إن شاء الله. صباح الخير.